خطوة جديدة في مسار تطوير الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، تتمثل في تدشين العمل في 6 مراكز أمنية جديدة تم افتتاحها بمديرية الشحر، ثاني أهم مدن الساحل الحضرمي. تدشين العمل في هذه المراكز الأمنية يأتي ضمن المرحلة الثانية لخطة تمولها قوات التحالف العربي بالمحافظة بهدف إعادة تأهيل وتطوير القطاع الأمني بساحل حضرموت. هذه الإدارات بنيت وأهلت في صالح هذا المجتمع وفي خدمة هذا المجتمع. من خلال هذه المرحلة وهذا التدشين سوف نرى في هذه المديرية انتشار كثيف لقوات الأمن، تستطيع من خلالها أن تمارس مهامها أفضل من السابق. لا تقتصر تفاصيل البرنامج على بناء المقرات الأمنية، بل أيضا وتزويدها بالمعدات والآليات، وكذا رفدها بالكادر البشري المؤهل من خلال برنامج تدريبي تشرف عليه وزارة الداخلية، يستهدف تدريب أكثر من 1000 من منتسبي قطاع الأمن والشرطة في مختلف المجالات. هذه الدفعة تتكون من 238 فرد تلقوا تدريب عالي وأكاديمي وعسكري، وهذه الدفعة إن شاء الله سوف توزع على مراكز الشرطة الثلاث مديريات اللي هي الشحر والديس والريدة، وإن شاء الله يحظى الأمن في حضرموت للأفضل والأحسن. ويرى مراقبون أن إعادة تنشيط وتطوير عمل الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر ودعمها بكل احتياجاتها باتت ضرورة أمنية من شأنها أن تحافظ على حالة الأمن والاستقرار الذي تعيشها المدينة وسكانها منذ تحريرها من قبضة حكم مسلح القاعدة في إبريل 2016. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.